السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهار مبارك سعيد هذا. هذا لقاء الأحباء اللي وقع في مدينة مجدة عن طريق الصوفة. الحمد لله. لقينا بقوة الإخوان اللي راكم شاهدتهم وما غادي تشاهدوهم ماشيين. وطلعنا مع الحاج سامحين في كل شيء عبد العزيز بن صالح. تحياتي لك سيدي عبد العزيز، حياك الله. أهلا وسهلا سيدي. نهار كبير هذا اللي تلاقينا به، لأن هذا عيد جات مقارنة مع عيد المولد النبوي العظيم. وتبارك الله هذا العيد نتمناه باش يكون عيد يوما ويسر وخير وبركة علينا وعليكم وعلى كافة البلاد والعباد وعلى ملكنا المفدى. ألا وهو جلالة المصطفى الله محمد السادس نصره الله وإياده، والأسرة العلوية الشريفة، وكذلك الأمير الجليل مولاي الحسن والأمير الجليل مولاي رشيد. حياكم الله ورعاكم مع قناة طريف طيب. هذا كما قلنا هذا النهار اللي هو أروع النهارات، التقينا مع هذا الفنان ديالنا اللي هو السي عبد العزيز بن صالح. تحياتي لك سي عبد العزيز. بارك الله عليكم سي اللي خص يعرف الجمهور المغربي ويعرفها العالمي ككل، سواء الجالية المغربية المقيمة في الخارج أو المغاربة في جميع أنحاء المعمور، بأن راه خرج واحد الأغنية كان كيداولها بزاف وكان كيتغنى بها بزاف، وغناها في الاخير هزها عليه واحد الفنان اللي هو مشهور رحمه الله وراه مات غير هاد الايامات في هاد الايام القريبه اللي هو رابح درياسه. سيدي عبد العزيز غادي تحكي لي على الحياه ديالك الفنيه ان شاء الله ونتمنى الخير ان شاء الله. الفن باش بديت الفن ان شاء الله. السلام عليكم. اهلا وسهلا. تبارك الله عليكم الدار الكرام وجميع الاخوان اللي كيشاهدونا على القناه، اهلا وسهلا. كما قال لي السي كريم وسولي على البدايه نتاع الفن وهذاك الشيء ديالي، انا بديت الفن من الصغر ديالي من سنه 14 سنه، كانت عندي 14 تبارك الله، وكنت ندير الحفلات هنا في مدينه وجده، خرجت على برا مشيت درت حفلات على برا، وكان واحد الجو زعما مزيان هذاك الوقت الحمد لله. ولكن السبب ديالي باش مشيت للمهجر غادي نطرح عليك هذا السؤال. نعم. وجيه هذا السبب. نعم. باش خرجت للخارج. هو كان واحد البرنامج كانوا يقول اليوم كيقولوا له سباق المدن، ولكن اول مره كان سميتو اضواء المدينه. واو. واللي شاركنا به هنا في مدينه وجده، واللي كنت بارمي كاع هذوك الناس اللي شاركوا كنت انا الاول الوحيد اللي كلاسيت لو بريمي. ولكن مع الاسف كان واحد التغيير وكان شي منافسه وحيدوا لي يعني قصاوه، يعني قصاوه كما كنقولوا حنا قصاوه، ويمكن قطعوا الشريط على حساب اللي مشيت للرباط. تلاقيت انا والسي عبد الله عصامي وكان واحد الصديق ديالي اللي كان يدير القانون في التلفازه السيد المرحوم صالح الشرقي. وملي دخلنا الاذاعه وسولنا كيفاش، لان في الرباط سمعت في الصباح سمعت داك الشيء اللي فوتوه وما كانش هو هذاك، يعني ما تدرجش مع هذا، ما تدرجش هو هذاك، وما سمعت زعما كيما نغني انا ماشي هي هذيك. وملي مشينا ودخلنا الاذاعه وسولنا قالوا لي اودي ملي جيت باش غنيت راه كان الشريط تقطع لهم، ولكن هي تما الصراحه نقولها كانوا اللي يفوت يغني ما كانش الموسيقى، ما تبداش الموسيقى، يفوت ديريكت الميكرو وكيغني مفاجأة اسمها مباشرة فيديو. مباشرة. مباشرة. أنا درت واحد المنظر يمكن هو اللي ما عجبهمش، وهو ملي قدموني أنايا ملي فت ملي دخلت علاو الريدو حجاب ودخلت مشيت ندير النيشان عند رئيس الجوق المحلي وحيدت له العود ميدو وتقدمت بالعود الميكرو وغنيت بالعود وغنات معايا سليمة. بصراحه بكل صراحه سينما كامله غنت معايا الحمد لله، يعني كان عنده جمهور عريض تبارك الله بزاف الحمد لله. وكلاسيت زعما انا اول واحد وهذيك، ولكن ما كملوش معايا وكانوا قاولوني باش نمشي لامريكان خالص زعما فواياج خالص لوجي نوغي، وكانوا تفاهموا معايا هذاك الوقت عطوني 500,000 فرنك، يعني 5,000 درهم راه كانت هذيك الوقت شي حاجه والله يا ودي. وكانوا قالوا لي سجلوا لي ان ديس 33 تور، ولكن داك الشيء كاع ما شفت منه والو. ظنيت باللي ملي حيدت الشيخ جلالي رئيس الجوق المحلي ملي حيدت له العود ويدو يمكن عليها داروا هذاك المنظر وقطعوا الشريط، وهذا هو السبب ديالي اللي زعما ما بقيتش هنايا ومشيت للخارج. وتما بقيت نخدم في الخارج
في ملهى الليل اللي بغا دنوي والحمد لله اليوم ريت مع هذاك الشيء عاود ولكن كان غير غيرواني هكذا إذا كان شي سهرات للمعقولين شي سهرات زوينين والحمد لله ولا أنا موجود في مدينة جدة وليت ندير دور راني نتلاقى مع الإخوان ونسمع سي جمال مشروبي مدير فني واللي راه واقف معايا بزاف راني نجري وأنا وياه والآن رحنا قايمين بشي تسجيلات راه عندي 10 ديال الأغاني راني يعني نسجلهم ولكن ماشي ديالي أغاني معاودة مثل بحال عبد الحليم حافظ بحال سيد مكاوي بحال المرحوم الحياني بحال عبد الوهاب الدكالي وراني نعاود لهم وغادي ان شاء الله يكونوا هاد السيمانه غادي يوجدوا ونتمنوا في المسار الفني ديالك التوفيق ان شاء الله والسداد ان شاء الله ونتمنوا باش هاد الجمهور العريض اللي سمع هاد النبذه ونتمنوا هاد الشيء ما يتكررش للفنانه بغينا علاش هذيك بحال نكسه داروها له في ديك الوقت هذيك راه نكسه كتسمى لان علاش هذيك الوقت كانت واحد الوقت اللي هي خص تعطى للفنان واحد القيمه اللي هي كتكون قيمه مضافه بالنسبه للبلاد ولكن كان يعني كيلقى عقبات وتعثرات ونتمنوا هذا الشيء ما يكونش مستقبلا باش يعني كاع ابناء الوطن لان الفنان راه دائما كيحاول يفرح الناس رغم انك تكون عنده هو واحد الحاجه اللي هي في القلب ديالو مأثره عليه ولكن كيحاول الجمهور ديالو باش كيكون فرحان تحياتي لك سيدي العزيز الله يحفظك سي كريم على الشيء القضيه نتاع الفن وهو حنا يعني حنا عائله موسيقيه عندي اخوان موسيقيين عندي بنات اختي فنانات من تبارك الله منهم الاستاذه بيان بالعياشي كاين الاخ ديالها بدر الدين بالعياشي كاين امين بالعياشي كاين اخوان خويا مصطفى بن صلاح كاين خويا عبد الحق بن صالح اللي معايا في الموسيقى والحمد لله كاع عندي موسيقيين موسيقيات واحد المقطع نعم عافاك اعطيني الكلمات ديال الاغنيه اللي كان هزها المرحوم رابح دريسه الله يوليه برحمه الله لا باقي عاقل مزيان سيري سيري يا الروميه سامعها سيري الرومية ما تغويني ما نسال عليك أنايا نبغي العربية بنت نبغيها هي وما نديك بنت بلادي زاهية بيا كيف نخليها ونطمع فيك تبارك الله تبارك الله على سيدي عبد العزيز الصالح حياكم الله ورعاكم وكان نختموا بهذا اللقاء هذا المقطع هذا كنختموا بهذا لقاء ان شاء الله ويكون لقاء خير ان شاء الله للقدام والامام مع قناه طارف تي في تحياتي وشكرا لكم ونهاركم مبروك شكرا سي كريم اهلا وسهلا وشكرا للنظاره الكرام وكنشكركم كاملين وتبارك الله عليكم وحياكم الله.